لك عبر الرسائل المباشرة التي نأتيكم من خلالها من معبر الكاستيلو شمالي مدينة حلب، هذا المعبر الواصل حتى دوار الجندول وأيضا دوار الليرامون، هذا المعبر المخصص لإخراج المسلحين حتى اللحظات. دعنا نؤكد عن عدم وجود المنظمات الأمم المتحدة وممثليها، عن عدم وجود أيضا المنظمات الإنسانية والإغاثية، عن عدم وجود أيضا واقع للصليب الأحمر في هذا المعبر. هذا المعبر كمثله من معبر بستان القصر داخل مدينة حلب، معبرين مخصصان لخروج المسلحين، 6 معابر إنسانية هي مخصصة لإخراج المدنيين والأهالي لليوم الثالث على التوالي. لن يكون هنالك خروج لأي مسلحين. طبعا الجاهزية اللوجستية هي متواجدة، ونرصد قليلا عبر الشاشة الإخبارية السورية واقع قوى الأمن الداخلي والعربات الإسعافية المجهزة بكافة الكادر الطبي وغيرها من الأجهزة الأمنية المتواجدة والمنتشرة على طول هذا الطريق. وحول التوضيح أكثر حول ذلك حسين، دعنا ننتقل مباشرة إلى الأستاذ أحمد كوسا الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري في حلب. يعطيك العافية أستاذ. يوم الثالث على التوالي متواجدين كعادة سلية الإخبارية السورية على مدار 3 أيام، لن نشاهد تواجد لأي ممثل للأمم المتحدة لمنظمتها أو كغيرها من المنظمات الإنسانية أو الإغاثية، ما هو ردك؟ نحن نواكب منذ أسبوعين الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري في دحر الإرهاب في بعض الأحياء التي على خطوط تماس مع قواتنا المسلحة في مدينة حلب، والتي كانت تنطلق منها الصواريخ وقذائف الغدر لاستهداف المدنيين في مدينة حلب. وقد سمعنا في الآونة الأخيرة نداءات كثيرة من مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للإعلان عن هدنة، أو مطالبة الروس بالإعلان عن هدنة لتأمين خروج المدنيين والراغبين من المسلحين بالعودة إلى حضن الوطن. ورغم استجابة الجانب الروسي إلى هذه الهدنة وتقديم كل خطوات اللازمة من قبل الحكومة، كما نشاهد نحن على هذه المعبر من استعدادات لاستقبال المواطنين المدنيين أو المسلحين الذين يرغبون بترك السلاح والعودة إلى حضن الوطن، إلا أننا ولليوم الثالث لم نشاهد أي من الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان في هذه المعابر. بالتالي يمكن القول بأن هم قد يكونوا يعني نقطة في إفشال هذا. هذا من التأكيد، هذا يدل على شيء، فهو يدل على أنهم هم متوضعون بالطرف الآخر، هم ليس طرف حيادي أو طرف نزيه في حل الأزمة أو في تقديم ما يلزم لتنفيذ هذه الهدنة وتجنب المدنيين من ويلات هذه الحرب. ونحن لليوم الثالث نقف على هذه المعابر، سواء في هذا المعبر أو معابر بستان القصر أو المعابر الأخرى، وبانتظار قدوم المواطنين المدنيين الذين يرغبون بالخروج من الأحياء الشرقية أو المسلحين الذين لديهم الرغبة بالخروج، كما تم الإعلان عنها من قبل ديمستورا وغيرهم من هيئة الأمم المتحدة. لكن رغم انتظارنا الطويل إلى أيام النهار ورغم كل الاستعدادات التي قامت بها الحكومة، حتى تاريخ هذه اللحظة لم يأتي ولا مسلح واحد، ولم يسمحوا لأي مواطن مدني أو من أهلنا المتواجدين في الأحياء الشرقية بالخروج، بل هم يقومون بإطلاق النار على كل من يرغب بالخروج من الأحياء الشرقية والعودة إلى حضن الوطن، بالإضافة إلى استهداف هذه المعابر واستهداف وسائل الإعلام واستهداف قوى الأمن الداخلي والمواطنين المدنيين من قبل تلك العصابات الإرهابية التي قامت بضرب هذه المعابر، وكان هناك إصابات عديدة وكان هناك شهداء ضحايا. هذه هي العصابات الإرهابية لم تتلقى بعد من مشغليها الإعاز بالخروج من الأحياء الشرقية. نحن لازلنا مصرين على موضوع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب السوري الواحد، وما زال وندعو من خلال قناتكم الكريمة كافة المسلحين من أبناء سوريا الذين غرر بهم بترك السلاح والاستفادة من مراسيم العفو التي أصدرها السيد الرئيس والعودة إلى حضن الوطن. نعم، وفي حال لن يخرج أي مسلح من الأحياء الشرقية سيكون هنالك ردود فعل أخرى وربما تكون عسكرية أيضا. رغم كل الاستفزازات التي قامت بها هذه المجموعات الإرهابية من داخل الأحياء الشرقية باستهداف مواقع الجيش العربي السوري واستهداف، إلا أن الجيش العربي السوري لا زال يتبع سياسة ضبط النفس
بعدم الرد حتى لا تكون هناك ذرائع لهذه العصابات بأن سوريا هي من تنقض هذه الهدنة. لكن هذا لن يطول، لن يكون طويلا، وندعوهم للاستفادة من هذه الفرصة، والفرصة قليلة جدا للخروج من أحياء الشرقية والعودة إلى حضن الوطن، وإلا سيكون هناك رد قوي وصاعق من قبل الجيش العربي السوري. والجيش العربي السوري لا يحتاج إلى هدنة لإعادة تجميع قواه، فهو مستمر في تحقيق الانتصارات ومكافحة الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من الجمهورية العربية السورية. صحيح، وهذا ما ذكر. شكرا لانضمامك معنا الأستاذ أحمد الكوسة، الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري. سوف ننتقل أيضا حسين عبر عدسة الإخبارية السورية لرصد واقع التجهيزات اللوجستية من قبل القوى المنتشرة على طول هذا الطريق وفي العمق مباشرة. لابد من التنويه أيضا بأن بحسب القرارات التي اتخذت من قبل القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة نظام التهدئة على مدار 3 أيام، ويمكن القول مساء اليوم قد تكون يعني ممتدة اليوم غد من تمام الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء، تقوم وحدات الهندسة بفتح المعابر أي بفتح السواتر ويعني نزع الألغام المتواجدة سواء كان الألغام الثقيلة أو الخفيفة على خلف تلك المعابر لفتح طريق لدخول العربات وغيرها من السيارات التي يعني طلبتها المجموعات المسلحة من داخل الأحياء الشرقية للعبور من خلالها. إذن حتى اللحظات كما ذكرنا لا تواجد لأي من هيئات الأمم المتحدة أو هيئات إنسانية أو إغاثية، لا حتى اللحظات ننتظر أي إشارة أو ردة فعل من قبل المسلحين داخل الأحياء الشرقية. وجدير أيضا بالذكر حسين بأن هذا المعبر يطل على عدد من الأحياء الشرقية تتواجد فيها المجموعات المسلحة. أقرب منطقة تبعد 3 كيلومتر هي منطقة مساكن هنانة، وخلفها منطقة بعيدين، وأيضا مناطق شرقية أخرى هي كثيرة. ولكن حتى اللحظات ننتظر منذ ساعات الصباح الأولى حتى اللحظات ولن يكون هنالك أي إشارة من داخل الأحياء الشرقية. نعم حسين، شكرا لك.